خبر عاجل، بنك مصر أعلن عن رفع الشهادات الدولارية الثابتة اللي هي 3 سنوات و5 سنوات، دورية صرف العائد ممكن شهري وكل 3 شهور أو 6 شهور أو سنة. أما بالنسبة للعائد فمتنوع أيضا على حسب دورية صرف العائد، يعني أسعار الفايدة هنقولها لحضراتكم ونقول لكم كل التفاصيل اللي خاصة بالشهادة. بنذكر حضراتكم اللي ما اشتركش يشترك، فعل خاصية الجرس، يشارك الأصدقاء، وتعالوا مع بعض نستعرض خبر بنك مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دي قناة صباح البنوك. بنك مصر أعلن عن رفع أسعار العائد على الشهادات الثابتة الدولارية اللي مدتها 3 سنوات و5 سنوات، وهيبدأ البنك من اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022 تطبيق الرفع الجديد على أسعار الفايدة الشهادات، وصلت لما يقرب من 5.3%. العائد بيختلف على حسب المدة الزمنية، على حسب دورية صرف العائد، وهنستعرضها لحضراتكم دلوقتي. المهم ان حضرتك تبقى عارف ان الشهادات دي اسمية. يعني ايه اسمية؟ يعني ما ينفعش بعد ما حضرتك تشتري الشهادة تنقلها باسم بنتك او ابنك او اي حد، ما ينفعش هي باسمك انت، دي معنى كلمة اسمية. بعض التساؤلات بتجيلنا، طب انا معايا شهادة وعايز اكتبها باسم ابني او بنتي او الزوجة او الزوج، كل دوا ما ينفعش الا بعد انتهاء فترة الشهادة، او انك انت بتروح تكسر الشهادة وبعد كده بتربطها باسم الابن او الابنة او اللي انت عايزه. المهم يكون معاك صورة البطاقة للابن او الابنة، اما لو معاهم البطاقة الشخصية فبالبطاقة الشخصية بتاعتهم لو ما تجاوزوش 21 سنة. تجاوز 21 سنة حضرتك بتحول الفلوس على حسابهم، لما تفتح لهم حساب في البنك وهم بنفسهم يقدروا يشتروا الشهادات دي. الشهادات الثابتة طول فترة الشهادة، سواء كانت 3 سنين أو 5 سنوات، حضرتك بتاخد العائد، العائد بينزل في حسابك. وطالما قلنا حسابك، يعني يشترط ان لازم يكون ليك حساب في بنك مصر، سواء كان توفير او جاري مش هتفرق، المهم يكون ليك حساب في البنك بحيث ان العائد ينزل فيه. طب العائد بيتصرف بالدولار ولا بالجنيه المصري؟ العائد بيتصرف بالعملة اللي انت حضرتك حطيتها. يعني انت دلوقتي احنا بنتكلم على الشهادات الدولارية، فالعائد بيتصرف لك بالدولار. ازاي اقدر اشتري شهادات الثبات؟ تقدر تشتريها من خلال زيارة احد فروع البنك، وبنك مصر عنده ما يقرب من 800 فرع منتشرين على مختلف محافظات الجمهورية، تقدر تزور اي فرع وتشتري. ايضا لو انت محمل تطبيق البنك، سواء الانترنت البنكي او الموبايل البنكي، تقدر تخش على التطبيقات دي وتشتري الشهادة. طبعا لو حسابك يسمح بكده، يعني انت عندك في الحساب دولار وعاوز تشتري. البعض من حضراتكم عامل شهادات الثبات لكن كانت 2% في المتوسط تقريبا، دلوقتي طبعا 3% فرق. يعني بعض ممكن يفكر ان هو يكسر الشهادة القديمة ويعمل جديدة، فده متاح ان حضرتك بتروح احد فروع البنك تكسر القديمة بالعائد القديم وتعمل الشهادة الجديدة بالعائد الجديد، بتخسر جزء من العائد. انا اعرف ازاي حجم الخسارة، بتعرفها لما بتروح البنك تقعد مع خدمة العملاء، بيخش على حسابك ويعرف حضرتك هتخسر كام بالظبط. الخسارة من العائد وليس من اصل المبلغ. كل انواع واجال ومدد شهادات الثبات وتجدد تلقائي، بمعنى ان حضرتك عملت الشهادة وسافرت بتجدد. يعني اللي عامل شهادة الثبات وسابها هتتجدد على اسعار العائد الجديد. لو حضرتك عملتها دلوقتي